السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في هذه الوقفة مع ثقافة رياضية. اليوم راح نتحدث عن موضوع أداء التمرينات الرياضية أو ممارسة الرياضة في الجو الحار. كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من ضربات الشمس، من ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء الممارسة، وكذلك ارتفاع درجة الرطوبة، وما هي الإجراءات التي يجب أن نقف عندها للحد من هذه المخاطر، مخاطر ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة خاصة في وطننا العربي. يمكن طبعا كل دولنا العربية تصاب في هذه الفترة بارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي يجب أن نحذر عند ممارستنا للرياضة في هذه الأجواء الحارة. تشير بعض البحوث التي أجريت في جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا وانتشرت هذه النتائج على مستوى موقع هيلث، أن الرياضة وممارستها أثناء الجو الحار والرطوبة يمكن أن يصيب المرء بالإجهاد وتراجع مستوى الطاقة، ويؤدي إلى عواقب كثيرة بالنسبة لأثرها على العضلات وعلى مستوى الخلايا حتى في داخل الجسم، وكذلك يؤدي إلى اختلال في بعض الوظائف، وظائف الخلايا المولدة للطاقة، وخاصة لدى الناس اللي يعانون من زيادة الوزن أو مصابون بمرض السكري أو كبر السن أو الشيخوخة وغيرها من الحالات اللي ممكن أنها تكون يعني عوامل تابعة لهذا الجانب. تبين أن المشاركين في الدراسة كان أداهم أفضل خلال ممارسة الرياضة في الجو البارد، وشعروا براحة كبيرة وجميلة وجيدة بالنسبة لطبعا أداهم للرياضة المنتظمة. والنتائج أيضا أكدت في نفس الوقت أن ارتفاع درجة الحرارة ليس لها أي أثر إيجابي على من يقوم بممارسة الرياضة، وهذا طبعا كذلك ارتباطها بمعدلات الرطوبة الزايدة. يمكن حتى درجة الرطوبة مش بس الجو، حتى في جسم الإنسان أثناء التعرق أو زيادة العرق، وهنا يجب أن تكون وقفة. في كثير من الناس تمارس الرياضة في هذا الجو وتلبس ملابس ثقيلة، طبعا تحس أن هناك تعرق بدرجة كبيرة، وهذا التعرق يؤدي إلى خفض الوزن، وهذا خطأ شائع وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا بالنسبة للإنسان وجسم الإنسان، لأن ما يفرز أثناء الممارسة هو نسبة الماء الموجودة في الدم ومن التعرق أو ممارسة الرياضة في جو حار، أو في بعض الأحيان حتى في الأماكن المغلقة، الجيمات المغلقة، يطلب من القائمين على عملية التنظيم أنهم يقفلوا التكييف أو التهوية حتى يتعرق اللاعب بشكل أكبر حتى ينزل وزنه. وفعلا بعد أداء الوجبة التدريبية ممكن أن تكون هناك كيلو إلى كيلوين نقصان في وزنه، ولكن هذا النقص أتى من خلال الماء الموجود في نسبة الدم، وبالتالي لزوجة الدم سوف تتكثف، وهذا طبعا يؤدي إلى أثار غير جيدة بالنسبة لدورة الدم الطبيعية، مما يؤثر على الأجهزة الداخلية. طبعا تقترح كلية الطب الأمريكية أن درجة الحرارة المثالية لمزاولة النشاط البدني أو الرياضة بين 20 إلى 25 درجة مئوية، وكذلك الرابطة الدولية للياقة، هناك رابطة دولية تسمى الرابطة الدولية للياقة، أيضا وجهة نظرهم أو اقتراحهم من تقريبا 18 درجة ونص إلى 20 درجة يمكن يكون بالنسبة لهم يعني الدرجة المثالية لممارسة النشاط البدني. طبعا درجة الحرارة، درجة حرارة الجو متى يمكن أن تكون مثالية بممارسة الرياضة؟ احنا نقول متى يكون الجو حار بالنسبة حسب البيئات وحسب الدول، يعني من 30 إلى 50 درجة مئوية نعتبرها درجة حرارة،
وإذا مارس الإنسان ما بعد هذا طبعا التوقيت أو هذه الدرجة من الممكن أن يصاب بما يسمى حرقة الجلد أو احتراق الجلد. وأما درجة الحرارة الجو المثلى لممارسة النشاط البدني فيتراوح بين 20 إلى 25 من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر طبعا أغلب الباحثين في هذا الشأن. إنتاج وفقدان الحرارة أيضا ثمت عدة عوامل تؤثر على معدل إنتاج حرارة الجسم، ومن هذه العوامل المجهود البدني، الهرمونات، درجة حرارة الجسم، المناخ، النوم، سوء التغذية، كلها عوامل مؤثرة. خلاصة القول إن إحنا يجب أن نكون حذرين عند ممارسة النشاط البدني في الجو الحار. يجب أن تكون هناك أيضا عملية تدقيق في ضرورة استعاضة السوائل بعد ممارسة النشاط البدني أو أثناء ممارسة النشاط البدني، لأن هذه السوائل اللي هي الماء في الدرجة الأولى من شأنها أن تخفف وترطب من أجهزة الجسم الداخلية وتساعد على أيضا أدائنا للنشاط البدني. راح نتوقف عند هذا الحد، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله لنا وقفة أخرى. حتى ذلك الحين إلى اللقاء.